صباح الخير عليكم كبيدات ديالتي ماستر، كيف نتوما؟ نتمنىكم تكونوا مزيانين وبخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم تي ماستر، مرحبا بكم في فيديو جديد. رجعت لكم فيديو حماسي ان شاء الله اللي كله طاقه وحيويه، ونحاول نشارك معكم بعض الافكار الخاصه ديالي. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. وقبل ما نبداو اكيد شي برد مشحر فحال هذا ديال اتاي باش نفطروا، وحد ان شاء الله ندخلوا الكوزينه. فبصحه فطوركم ولا بصحه عشاكم على حسب نتوما فوقاش كتفرجوا الفيديو. فالفيديو ديال هذا النهار ان شاء الله غادي يكون هو الترتيب ديال الثلاجه ديالي وديال الخضره ديالي، كيفاش كنرتبها بالمنظمات اللي هما رخاصين وكيعطي واحد الشكل اللي هو مزيول للثلاجه ديالنا وكيجيو مرتبين. مهم بالنسبه لهاد الخضره، خضره ديال اسبوع، انا كل جوج اسابيع كنسخر، يعني كنجيب الخضره اللي تجوز الا كنتو افراد يعني بزاف تدوز لكم اسبوع، والا كنتو قلالين يعني انا وراجلي كدوزنا جوج الاسابيع وكاين شي حوايج كيبقاو. فكنحاول نجيب الخضره اللي كنستعملها السيمانه كامله. قبل ما نجيبها كنكون عارفه البروغرام شنو نطيب في ديك السيمانه، باش منها كنقلل عليا تمر بزاف، وفي نفس الوقت ما تضيعليش الخضره، يعني ما كاينلاش نجيب الحاجه بزاف وفي الاخر دالي، نجيب داكشي اللي غادي يكفيني واللي غادي ناكلو وغادي ما غاديش يضاع. فكي كتشوفوا انا كنغسل الخضره، كاينين بزاف الناس كيقول لك ما خصكش تغسل الخضره، انا ضروري كنغسلها، ما نقدرش نعملها في النبيره ولا في الثلاجه، هيداك خصني ضروري نغسلها. وعد نعملها، ما عليش واخا تغسلوها راه ما كيوقع لها حتى شي حاجه، راه انا كتبقى لي اكثر من جوج اسابيع ثلاثه الاسابيع في الثلاجه ما كيوقع لها حتى شي حاجه. فقط ملي كنغسلها كنرجع نشفها مزيان من الماء باش ما كتخماش ولا ما كترطبش بالماء وصافي. اما الا غسلتوها ما كيوقع لها حتى شي حاجه، بالعكس كتعطي واحد المنظر زوين ان الخضره مغسوله في الثلاجه، وفي نفس الوقت ما كتعملش تمر على راسك مي كتجي تجبد شي حاجه كتكون يعني مغسوله. ففي نفس الوقت كي كنقول لكم هذه الحاجه كنعملها في نهار واحد في الاسبوع اولا في جوج اسابيع باش ما كنقويش عليا تماره، ماشي ضروري انني نهار كامل نبقى في الكوزينه اولا نهار كامل نبقى كنقضي في الشغل. فكنحاول نسهل عليا ماكسيموم اللي قدرت باش الشغل كيجيني ساهل وماشي صعيب بزاف. فكنحيد داكشي اللي خاصو يتحيد بحال الخضره مثلا غادي نغسلها، وتشوفوا كيف شرطت باب باش ما نبغي نستعملها كنجبد القياس اللي خاصني، ما كترولي حتى شي حاجه، الخضره كتبقى مزيونه. المهم كثرت عليكم الهضره. معليش كنتعاودوا مع بعضياتنا. فانتما كي كتشوفوا غسلت الخضره وخليتها تقطر، القوق ما غاديش نغسلو اكيد، تنبغي نطيبو فغادي نحيدلو داك الجدر ديالو صافي. بهذه الطريقه اللي غنوريكم راه كتبقى لي الخضره في الثلاجه ما كيوقع لها حتى شي حاجه. انا نوريكم باقي لي شي حبات، هذه شي ثلاثه سيمانات تشوفوا باقي جدادين ما كتبقى لهم حتى شي حاجه، غير هو خليهم يقطروا مزيان ومن بعد نشفهم مزيان وصافي، ما تخاف من والو. كتبقى جديده. كيعجبوني انا هاد الانواع ديال الفيديوهات كيعطيوني الحماس، دابا انا كنتفرج في راسي وعطوني الحماس انني نوض نعمل الشغل. كيعطيوني الحماس شويه باش نوض نعمل الشغل، وهذا هو المبتغى من هذا الفيديو. انا كنت كنتفرج في الناس كيعملوا نفس المحتوى وصراحه كان كيعجبني، على داكشي حتى انا بغيت نشارك معكم نفس المحتوى ديالي. فالبنات كي كتشوفوا ديك الدوره ديال لافابو والروبيني اللي رديتو بال فيه فحال يكحل، هذيك البنات مشيت تخويت عليه داك البرودوي فلاش فاش كنت يلا غنسكن زعما باش يرجع كيشعل كثر، هو اصلا كان جديد وطمعت انه يزيد يشعل كثر، فالبنات فحالي حرقوا يعني فحالي خويت عليه الماء القاطع. هو ما صالح هذاك فلاش، ما صالحش الالومنيوم يعني صالح غير لديك الرخامات اللي كيكونوا في التواليت حاشاكم. وصافي فضيعته، فما تحاولوش تعملوه حتى نتوما. فهنايا بطاطا كي كتشوفوا البنات اكيد ما غاديش نغسلها، يعني غير عملتها في ديك الشبيكه، ديك الكربه كتحمقني انا البنات شوفوا شحال مزيونه. هذيك الكربه البنات كنت خديتها مع شي فاكهه، كنت خديت شي فاكهه وجاتني فيها داك الكربه، عجبتني الصراحه بغيت نقلب عليها باش نرجع نعمل فيها بصل، ساعه ما جبرتهاش جبرت غير وحده، عندي هذيك وعندي وحده صغيره دابا نشاركها معكم شي نهار ان شاء الله.
فالبصله والبطاطا راكم عارفين اكيد ما غاديش نغسلو، ففي هاد الاحيان نخلي الخضره تقطر ونمشي نخوي الثلاجه. هانتوما شفتوا الثلاجه كتكون مرونه الصراحه دغيا كترون. دابا نشارك معكم هاد المنظمات، غير صبروا عليا وغادي نشارك معكم حتى الثمن ديالهم. هنايا بغيت نشارك معكم هاد الماسكات مزيونين اللي البنات كناخذوهم من مرجان، الماسكات جاهزين شي مره كنعجز انني نوجدو فكنعمل هادو. دابا نشاركو معكم شي نهار ان شاء الله. فصافي هنا عملت شويه ديال جافيل وشويه ديال تيد وغادي نغسل المجوره ديالي. عارفه جافيل ماشي صحي ولكن ضروري خصني نعملو، معليش. من بعد كناخذ واحد الشرويطه وكنعمل فيها الخل وكنعقم الثلاجه ديالي يعني مزيان، كنمسحها بالماء ومن بعد كنعقمها، ما كيبقاش فيها جافيل نهائيا، كون هاني وكنخليها محلوله باش كتهوى. وصافي هاد المنظمات البنات كنت خديتهم هادي شي 5 شهور الصراحه من مرجان، بلاستيك ديالهم واعر البنات ما كيطلقوا لا ريحه لا حتى شي حاجه. هادو ديال تركيا فاش كنت خديتهم كانوا دايرين شي 15 دراهم يمكن، ولا المهم 15 دراهم كنظن. دابا راهم طاحوا في الثمن ودابا كاينين كيتباعوا عندك مالين ديال 5 دراهم اللي كيبيعوا 5 دراهم، ولكن ماشي نفس بلاستيك، ولكن حتى هادوك راهم مزيونين. دابا خصني عاد نزيد منهم، راه ما كفانيش واحد، خصني نزيد منهم ان شاء الله. مزيونين البنات هادو، قلت لكم ما كيطلقوا لا ريحه لا حتى شي حاجه. هي الخضره يعني ضروري تلوى فيهم، خاصكم تعملوا لا بلاستيكه، ولكن هما يعني ما كيطلقوش ريحه. هاد البلاستيك ديال تركيا كتشوفوا ديك اللصقه ديالهم، تخيلوا كل جوج سيمانات كنغسلهم وديك اللصقه عمرها ما تحكات اولا ضاعت، يعني بقات جديده فحال اول نهار شريتها. فصافي هنا ضروري نغسلو مع البنات ونخليهم يقطروا ان شاء الله باش نرتب فيهم الخضره ديالي. هنايا الخضره البنات هي غنمسحها، ضروري نمسحها كامله باش ما كتخمجليش حيت غنلوي عليها بلاستيكه ديال السلوفان انتما تشوفوا، فضروري تمسحوها مزيان باش ما كيلصقش فيها الماء وكتخمج وكتبقى لكم مده اطول. يعني انا كتبقى لي في تل اكثر من جوج سيمانات ثلاثه سيمانات. راه كاينين الناس اللي كتسخروا السخره شهر، غير هي انا كنفضل الخضره تبقى لي جديده احسن ما انني نشري في شهر، يعني شهر الخضره كتلوى كما بغات تكون ضروري تلوى لكم. فانتما شوفوا البنات كي كنعمل لها، كناخذ السلوفان وكنلويه على حبه، فهمتوا؟ كنلوي حبه في حبه، بحال مثلا انا عارفه في النهار شنو غنطيب وعارفه شحال غنطيب، يعني انا مطيشه في النهار نطيب بها اذا مع الجداد ولا مع اللحم راه كافي يعني. فكنلوي كل وحده بوحده باش ما بقاش دابا وسع افتح وجبد افتح وجبد، كنجبد ديال القياس اللي انا خاصني وصافي. انتما شوفوا كي كتلمط عليها وكتبقى جديده، كتبقى بحال الخضره ديال مرجان، وفي نفس الوقت كتجيكم ساهله ملي كتبغيو شي حاجه كتجبدو وحيده صافي بلا ما تبقاو عاد تفتحوا في بلاستيكات وجبد ومره طيح لك مره. هانتوما شوفوا هاد التخيزويه ولا هاد الجعده، راه دابا عندها شي 3 سيمانات وهي تما باقه جديده، ما وقع لها حتى شي حاجه. وانتوما كتشوفوا يعني الجعده اللي كتكون طويله بزاف كنقطع في الوسط وكتبقى مزيونه البنات. هانتوما كل حاجه كنلوي عليها، بحال مثلا القوق ما غاديش نلوي عليها نعملو في بلاستيكه، بحال مثلا الحامض ما غاديش نلوي عليه، ولكن الخضره اللي عارفها غتلوى بحال مطيشه بحال الفلفله بحال الخيار بحال الخيزو عارفاهم غيضيعوا، فكنلوي عليهم. السلوفان انتما تشوفوا الطريقه كيف كنلويها عليها، انا كنمونتي الفيديو سين باش اد عليه الباب غير قلب عليا الضرب الغوات. غتكونوا كتسمعوا صوته. وكونوا هاني راه الطريقه ما كتدي لكمش بزاف ديال السلوفان، يعني لويه وحده وصافي ما كتدي لكمش بزاف، احسن ما انها تضيع لكم، يعني تضيع لكم تبقى في الثلاجه هكا كتضيع، لا احسن هكا. اللهم السلوفان ولا تضيعنا الخضره. شويه ديال الاقتصاد. ان
انتم هنايا باش نوريكم راه داك البلاستيكات اللي كتحيدوهم تقدروا تحتفظوا بهم، ماشي ضروري ترميهم. يعني داك البلاستيكات اللي كتحيدوا لديك الخضره اللي كطيبوها تقدروا تحتفظوا بهم. راكم عارفين السلوفان فحال البلاستيك يعني كيبقى صالح. انتم كتشوفوا هادو اللي عملت دابا راه ديجا كنت ملويه فيهم واحد الخضره، ديجا كان عندي يعني فيهم الخضره، واو زودت الخضره منهم قولي مزيانين، وانا دابا رجعت استعملتهم في اطار لا للضيع. هنايا اللوبيا اكيد ما غاديش نلويها في سلوفان، عملتها في بلاستيكه. وهنايا الخس عملته حتى هو في السلوفان، و الشيفرول حتى هو عملته في بلاستيكه. ديجا كان عندي هذا في الدار. في الخضره دي الاسبوع ديالي هنايا ما كايناش اللفت المحفور وما كاينش القرعه، راه كنستعملهم غير هو، وكان ما نسى ما جابهم لي شي راجلي وجابهم لي حتى ساليت يعني المونتاج ديال الفيديو. هذه الهريسه انا كتحمقني الهريسه بناتكو في حالي كتعجبني الهريسه وما كنقدرش نطيب فيها حتى راجلي ما كياكلش الحار، فكنضطر ناكل يعني الهريسه نعمل لي راسي بوحدي حسن. هاد القريحة هاد الطويصة حتى هي غزالة البنات، شوفوا ما كدوش مرة، هي زر الغطا ديالها بلاستيك مزيونة بزاف. مرجان رجعت لي لصراحة وما جبرتاشي. صافي هنايا انا البنات رتبت الخضرة ديالي كاملة، شوفوا كي كتجي مساتفة وكتجي مزيونة وكيجي المنظر ديال الثلاجة مزيون. فدابا غنمشي نرتبها في الثلاجة حتى الاخر ونوريكم الشكل ديال الثلاجه كيفاش كيجي بالخضره مرتبه بهاد المنظمات. وهنايا البيضات ضروري البنات نغسلهم، كاين اللي كيقول لك ما خصنيش نغسل البيضات ما عرفتش علاش انا كنغسلهم. شوفوا البنات ديك لافابو راه هو باين دابا داك النقاطيك واحد شفتو، عملت عليه لوم والكريفويات ضيعت كلش من النهار الاول اللي سكنت. عرفتوا البنات ما كنكونش موجده شنو نقول في المونتاج، كنبقى نهضر كنسى راسي كون جبر نبقى عامله 5 ساعات كنتعاود معاكم. هنايا كي كتشوفوا النعناع حتى هو غنقطعو، وكي كتشوفوا راه ما كنخليش بديك العود ديالو كامل، يعني كنقطع شويه ديال العود وكنقطع الوريقات هيداك حسن ما نعمل ديك العواد كاملين. اكثريا الناس اللي كيعانيو ملي غاز راه ما مزيان لكمش، فغادي نقطعو هيدا وغادي نغسلو مزيان. غسلوه مزيان البنات وردوا لبرا كيكون فيه داك الدودات ديال الربيع، فغسلوه مزيان والاحسن خليوه في الماء وخليوه يقطر من بعد. وصافي تما كي كتشوفوا خديت الكرافس وغادي نقطعو. مهم البنات انا كنحاول ما قدرت انني نوفر عليا الوقت من بعد، يعني الربيع غنقطعوا الكرافس غنقطعوا الحاجات اللي يتقطعوا نقطعوا ما نزولهم عليا، باش ما بغي نطيب غير نجبد ونطيب، ماشي ضروري فيما بغي نطيب نقطع ونشلطو. راكم عارفين يعني ماشي ضروري المرة تدوز النهار ديالها كامل في الثلاجه النهار كامل في الكوزينه. انتما شفتو كنعملو في الطويصه تما الكرافس والقزبر ومعدنوس كيبقاو تما محتفظين وفي امان الله حتى كيتسالاو مي كتنوض طيب دغيا جبد حبه من هادي حبه من هادي حبه من هادي شويه الربيع شويه ثومه محكوكه وانتي ساليتي الشغل. شوفوا هاد الطويصات مزيونين بزاف البنات كيحمقوني وكيوت، كنت خديتهم حتى هما مرجان بشي 15 درهم حتى هما. كتعمل فيهم بيطات وكيصلح حتى انك تعمل فيهم بيطات في شي خارجه مسلوقين ولا كيجيو مزيونين. فكنعمل فيهم بيطات حتى عارفين داك المرفع ديال الثلاجه ما كيهزش بيطات كاملين، 30 بيطه كامله. وصافي هنايا الربيع من بعد ملي النعناع عفوا من بعد ملي قطر نعملو في الطويصه، ديك الطويصه حتى هي مزيونه خديتها مرجان حتى هي لا ماشي مرجان مع عند مالين 5 دراهم خديتها ب 15 دراهم حتى هي كتحافظ على الحاجه وكتبقى مزيونه. شوفوا هنايا هرست واحد البيضه وكنفرشوا له البنات من تحت الورق السلفليزي باش ما كيلواشي. وصافي كنغطيوه كيجي عاوتاني ساهل نعمرو بريرداتين جبتو العريشات ديالنا ونعملوه في البراد. وهذه الثانيه عامله فيها الزيتون كحل، هانتوما كتشوفوه الزيتون العادي داك اللي كيكون مر. شوفوا هنايا البنات هاد الكرتونه كنت كنبقى نقطع فيها ونخشيها في لابوبيل اعزكم الله، دابا بقيت كنعمل لها الماء دغيا كتكمش لي هذيك ديال البيطات كنكمشها دغيا. هذه ماكله سيمبا حتى هي نعملها له في الطويصه. هذوك الطويصه كندون ديال الصباغه كانت عطات لي عكوزتي مزيونين البنات ما تسيبوهمش كينفعوكم في شي حوايج واخا تجمعوا فيهم داك السخره اللي كتبقى لكم شويه مشويه.
هادو الكروكيت ديال سيمبا فيهم اللحم والجلبانه، فكيجيوني ساهلين. هيدا كنعملو في ديك الطويصه، مي كنبغي كنجبد لهم الطويصه. او راه غير قلب عليا الارض حتى شم الريحه ديال الكروكيت وكيحيح كغوت، خاصو يطلع ياكل. شوفو ما كيحملش يشوف الكاميرا، عييت فيه نقلبو الكاميرا ما كيحملش يشوف فيها كيحشم، ما عندوش مع الشهره. هنا عاوتاني هاد القريعه اللي كنخوي فيها اتاي، اتاي شريت مرجان حتى هي ما فايتاش 20 درهم البنات، ما عقلتش بالضبط حتى شمي كنت يلاه سكنت، حتى هي ما فايتاش 20 درهم مزيونه. خديت وحده في هذا اللون وحده في الشيبي، انتما تشوفوها عاوتاني قريعه الزيت انتما تشوفوها، عاوتاني خديتهم في نفس اللون. حتى هي مزيونه البنات، وفيها ديك الشبيكه جاي الديكور ديالهم كيوت. وهاد الطويصات البنات حتى هما مزيونين. دابا نشارككم معكم شي نهار كنرتب فيهم، كنرتب فيهم السخره ديال الهري، يعني فحال السميده، الطحين، الحمص، كنرتب فيهم داك الخضره المعجنات. دابا نوريها لكم، ماشي الخضره عفوا السخره. هادو شريتهم عند مالي 5 درهم، حتى هما 15 درهم. انا ما كنزيد على 15 درهم، ما كنهبط على 15 درهم، كنبقى في 15 درهم. المهم كنت خديتهم حتى هما ملي كنت يلاه سكنت، فدابا يقدروا يكونوا طاحوا في الثمن ما عرفتش. هانتوما الشكل ديالهم كيجيو حتى هما مزيونين. وهذه ديال السكر كنت خديتها حتى هي مرجان ب 25 درهم، كنت عامله 25 درهم. وحتى هاد القريعه ديال الزيت كنظن حتى هما خديتهم بشي 20 درهم ولا 25 درهم. شتو خديت فحال هادو، خديتهم تابعين لهادوك ديال اتاي ولا اتاي والقهوه في الشيبي، كيجيو كيوت في الكوزينه. هنايا هاد الزرقه الكبيره خويت فيها الزيت لوسيور ديال الطياب، وانا ما قدرتش نخوي، عيطت راجلي خوي عليه حتى تعرفت كخويته انا كنت نهرق كل شيء. كان عندي واحد المحقل مزيون ديال بلاستيك ومشى سيمبا غزولي وقطعوا لي وصافي سيبته. وهادو بجوج عمرت فيهم ديال الماكله الزيت البلديه، وحده كنخليها في كوزينه كنطيب بها، وحده كنحطها في الطابله مع الكوتي ولا في الفطور كناكلو منها شويه. وحتى هما فيهم داك التوب، حتى هما فيهم داك التوب كيجي مزيون. وهنايا هاد الشبيكات عاوتاني حتى هما كنت خديتهم عند مول 5 دراهم ب 15 درهم ولا 15 درهم كنظن ولا 10 دراهم. كنت خديتهم عند مول 5 دراهم، كنرتب فيهم عاوتاني هاد المواد ديال التنظيف. مزيونين وعمليين حتى هما البنات. وهادي ديال الغساله ديال الصابون كنت خديتها ب 25 درهم، مزيونه وعمليه، انا عجبتني الصراحه البنات، كتجي مزيونه وديك الحلفه ما كتوسخ لكش، كتبقى كل شويه تعملها مشطه. ما عرفتش علاش تما بالضبط البنات هذيك المشطه شحال هذه كنت كنمشط بها لسيمبا وبقات لي تما مع مواد تنظيف قبل ما نشري لهم مشطه. وهاد الكربه عمرت فيها بطاطا والبصله، ونوريكم الثلاجه. المهم هذا هو التنظيم ديال الثلاجه ديالي، اللهم ديمها نعمه يا رب واحفظها من الزوال. كي كتشوفوا يعني كل شيء كيبقى مستف، ملي كتبغي تاخذ شي حاجه كل شيء باين وواضح، ما كتلف حتى في شي حاجه. وهنايا البنات عملت القهوه والفاخر كيحيدوا الريحه من الثلاجه، ديك الريحه اللي كتكون خايبه في الثلاجه كيمصوها، ولا ديروا نص حامضه حتى هي. هذا هو دانون اللي كناكل انا، راه ديك دانون كاع ما كناكلوش حتى دايره الريجيم، كناخذ هذا هو وهذا الحليب ديال لينيا. دابا ان شاء الله نمشي مرجان وناخذ ديال الحاجات ديال الريجيم ديال الاسبوع ديالي كامل، ودابا نشاركوا معكم ان شاء الله. انا محرومه من هذا الخير انا محقوره فدابا غادي نمشي نصنط العظيماتي ونعطي شويه الوقت لراسي. هاد اتاي بقى لي الصباح هو اللي نعمل به سناك مور الغدا وما غاديش نرميه. هنايا عملت واحد كويس اتاي ورميت فيه القشور ديال الليمون باش ينسمو لي اتاي، تجربوه راه كيجي لذيذ وكيجي غزال، غادي يعجبكم البنات. وشويه ديال لي شيبس، واخا ممنوع شيبس في الريجيم ولكن انا مدمنه ديالها، ما كنقدرش نقطعها في مره، فلا شفتها قدامي كناكله. فبصحتي وبصحتكم، ونتمنى هاد الفيديو
نتمنى الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشتركوا الى ما كنتوش مشتركين وتعطيوني الراي ديالكم في هذه الانواع ديال الفيديوهات. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.